أخيرا نهاية الأسطورة، ماذا يحدث في أعلى هرم السلطة؟ وما مغزى ودلالات إبعاد الفريق محمد ميديان من قيادة جهاز الاستعلامات والأمن؟ هل انتهى أخيرا عهد صناعة الرؤساء في مخابر مغلقة؟ وما محل معادلة أولوية السياسي على العسكري في مستقبل البلاد؟ هو مخاض إن صح التعبير سياسي وأمني عسير مرت به الجزائر مؤخرا، سيناريوهات عدة مطروحة، قراءات من هنا وهناك، لكن قادم الأيام هي من ستفصل في ما يحدث حقيقة في أعلى هرم السلطة. إذن هي أبرز محاور برنامج اليوم من قضية ونقاش، والذي نسعد فيه باستضافة نخبة من الأكاديميين والسياسيين وحتى الإعلاميين. معنا سيد محمد خلفاوي، ضابط سابق في جهاز الاستعلامات والأمن ومتقاعد، أهلا بك سيدي الكريم. مساء الخير. معنا الإعلامي والناشط السياسي سليم صالحي، أهلا بك سيدي الكريم. ومعنا أحمد العروسي الويبات، رئيس حزب الوسيط السياسي، مرحبا بك سيدي الكريم. مرحبا بكم جميعا. شكرا جزيلا. لا أدري من أين أبدأ، والجزائر عاشت إن صح التعبير ما يشبه زلزال حقيقي دقائق فقط بعد إعلان قناة النهار في خبر حصري إبعاد الفريق محمد ميديان من قيادة جهاز الاستعلامات والأمن بعد ما يناهز 25 سنة كاملة قضاها الجنرال توفيق كما يعرف إعلاميا على رأس الديارس. مواقع إعلامية عالمية لكبريات المحطات والتلفزيونات تناقلت هذا الخبر الذي وصفته حتى وسائل الإعلام الفرنسية التي ربما لا تضيع مثل هذه المحطات، وقالت بصريح العبارة أنه يعد أهم خبر في الجزائر منذ 25 سنة. أبدأ معكم سي محمد خلفاوي، تباينت القراءات وتعددت الروايات، هل نحن أمام إقالة أم استقالة أم أن رئيس يمارس مهامه؟ طبيعة الحال مهما كان الأمر الرئيس رئيس يمارس مهامه. إقالة لا أظن إنهاء مهام وإحالة على التقاعد. نعم، هذه الأرجح. السيد التوفيق كان يعني اشتغل على رأس ديراس على رأس ديراس منذ زمن تسميت 25 سنة، 25 سنة التي لم تكن سهلة. ذكر الإنسان أنها عشنا فيها مرارة الإرهاب، وهو كان على رأس هذا الجهاز. نعم. ليل نهار فعلى الحدود في الوسط في الخارج في كل مكان. ما ننساش بلي الجزائر كانت معزولة آنذاك، وكانت رجال واقفة منهم هذا سيد توفيق. يعني حتى يعني نعم. حتى يكون يعني مشاهد في الصورة فقط. نعم. يعني الفريق محمد ميديان ربما ظهر للواجهة يعني في ظرف أمني وسياسي استثنائي عشان استثنائي. استثنائي نعم، بارك الله فيك. يعني الكلمة هي في مكانها، كان ظرف استثنائي. اليوم وصلنا لما جاء سيد عبد العزيز بوتفليقة وقال ماشيين لتغييرات، وسمعنا بالتغييرات هذه وإلى آخره، فنمشي في هذا السياق ونقول حنا الوقت باش نفتح المجال السياسي، يرتقي المجتمع الجزائري. نعم. وينضبط وينسجم الجهاز في المعطيات الجديدة حسب التحولات الإقليمية. نعم. وأيضا حسب ربما أنه جزائر 1990 ليست جزائر 2015. دائما لسوسي قال قلول هي البحث عن الإفكاسيتي لفيكاسيتي كي ريشيشي في لي سيرفيس مهما كانت. نعم. التغييرات نتاعها. سنعود بالتفصيل لهذه النقطه. اعود اليك سي سليم صالحي. بوتفليقه في شهر ابريل 1999 قال بصريح العباره لا اريد ان اكون ثلاث ارباع رئيس. بوتفليقه شفناه يعني بعد عودته من رحلته العلاجيه بفالدوغراس، يعني سلسله تغييرات غير مسبوقه اجراها على راس الاجهزه الامنيه، اعاده هيكله جهاز الاستعلامات والامن. يعني قراءتكم أنتم كإعلامي كناشط سياسي، قراءتكم ربما للتغيير الذي مس ربما رأس جهاز الاستعلامات والأمن؟ هو لو يعني نهزوا الموضوع يعني بطريقة تقنية، يعني في دول العالم يتغير جنرال. نعم. ويروح ويجي جنرال آخر، حتى في أعلى هرم جهاز الاستخبارات تشوفها في
حتى الدول اللي ماهيش متقدمه كثيرا. نعم. يعني حتى انت تشوف في مصر، في مصر الناس يعرفوا شكون هو مدير المخابرات، وحتى الباسات في مصر، وحتى الباسات كونسينت تلقاها تشوفها يعني في اذا من حال الحال التقنيه مثل ما قال يعني يعني محمد وهو من الجهاز، ويعرف انه هذه الصلاحيات هي صلاحيات رئيس الجمهوريه يعني، دونك تكنيكمون ما كانش مشكله. لكن السياق والجو العام اللي وقع فيه، اللي وقعت فيه هذه الاقاله والاستقاله والاحاله، هو اللي يطرح الكثير من التساؤلات. لانه يعني انت تحكي عن التايمينغ، لا كل شيء اللي صار بعد فالدغراس، لانه يعني انت تقول باللي بوتفليقه جاء في 99 وقال مرش، لا الحقيقه ماهيش انه جاء من 99، الحقيقه انه جابوه في 99 كمخرج بعد استقاله اليمين زروال، وكان هناك عقد امباكت اللي هو يستعرف به يعني. لا يعني حتى بوتفليقه في تلك المرحله حتى في سنوات حكم الاولى لم يهادن الجنرالات، كان يصفهم يعني. لا لا لا، اولا كان امباكت بشروط. نعم. معينه ومشوا فيها. دوك بوتفليقة من بعد كان عنده توجه آخر، ورئيس الجمهورية حب يمارس صلاحيات، حب أنه يكون عنده خطة عمل، خاصة بعد 2004 تلقى بعض الضغوطات أو ما يسمى، لأنه الناس يقولوا الصراع، وأنا يعني استغربت من يحيى يقول ما كان الصراع في ال... يعني هذا كلام غير معقول، يعني الصراع هو من طبيعة الحكم يعني. نعم. وفي الدول يعني في الدول الديمقراطية قضية الصراع. نعم. قضية الصراع. نعم. الدول الديمقراطية الصراع موجود، لكن هو صراع بين أحزاب سياسية، بين قوى، بين برامج. في الدول اللي ما هيش ديمقراطية أو اللي هي شبه ديمقراطية ورحل ديمقراطية، الصراع داخل منظومة الحكم اللي هي بين مراكز القرار. وفي الجزائر اللي ما هيش مفصولة على المشهد الخارطة الدولية، في الدول كاين دول ديمقراطية شبه ديمقراطية ديكتاتورية. نعم. ملكية. احنا رانا في واحد الموزايك هكذا معين. نعم كاين مراكز قرار في الدولة، يعني من الغباء انك تقعد مع الناس تقول والله ما كان صراع. لا كاين صراع، كاين صراع، وربما الإخراج والرداءة في إدارة الحكم هي اللي خلت المواطن يحير ويبدأ يحكي في كلام ربما ما هوش معقول، ويحكي على سيناريوهات مش معقولة. أنت بان فهمك أنه 3 سنوات والمواطن الجزائري بومباردي تولي جور بمعلومات تخرجها النهار، الوطن، الخبر، لسوار داجيري، تيسا، كل يوم المواطن الجزائري يتلقى في ضربات انه المؤسسه تاع الرئاسه نتاعو راهي في صراع مع الدي ار اس، قايد صالح يضرب مع التوفيق. نعم. كونتر يضرب مع بوتفليقه كونتر، هذا الشيء نقراو فيه كل يوم. نعم. اليس كذلك؟ نعم. والمتخذ القرار اللي راهو في الحكم يشوف هذا الشيء كل يوم، لكن ما تخش موقف، ما قالش باللي يا جماعه ما كانش صراع وبالتالي هذا المهزله لازم توقف وهذه العبات يتوقف. لا، استمرت الامور سنه بعد سنه. قالوا انه فالدغراس بعد فالدغراس. نعم. كانت هناك ضربة من الرئاسة ضد الدي ار اس، لأنه الدي ار اس كان عنده واحد البرنامج ويحسب بوتفليقة. سنعود لهذه النقطة يعني بالذات. يعني سنعود لهذه بالنقطة. هذه الأمور كانت موجودة وما خرجهاش الإعلام الغربي. الشيء الذي كان يكتب في صحفنا الجزائرية كان عبارة عن تسريبات. نعم. وتسريبات مضادة. قالها أحمد ويحيى في ندوة صحفية، وهو جزء من النظام. نعم. أحمد ويحيى بعد ما رجعوا نعم. ليه يعني في هذه النقطة. سنتحدث يعني هي تسريبات وتسريبات مضادة من أطراف داخل السلطة، وهذا هو الأخطر في الموضوع. نعم، هذا هو الأخطر في الموضوع. أعود إليك سي أحمد رويبات، ربما أنت كمتابع للمشهد السياسي، كفاعل في الساحة السياسية، يعني وكأنه الجزائر عاشت صدمة خلال الأيام الأخيرة، تغييرات غير مسبوقة في رأس الأجهزة الأمنية كان لها انعكاسات ربما على ترتيبات ما تطبخ في قادم الأيام، لكن ما يلاحظ أنه طبقة سياسية التزمت الصمت ولا تعليق على خبر بحجم إنهاء مهام الفريق محمد مدين. كنا نسمع في وقت مضى وحتى أقدم تشكيلة سياسية معارضة الأفافاس التي كانت تطالب بإنهاء ما يسمى بالبوليس السياسي يوما ما، ولا تعليق على إنهاء مهام الجنرال توفيق. بماذا تفسر هذا الأمر؟ وكل أحزاب المعارضة ترفع في برامجها السياسية دولة مدنية وغير ذلك من الأمور، وكانوا بوتفليقة برسمه ورقة طريق جديدة لمعالم جزائر 2015 أو ما شابه ذلك. لماذا تلتزم الطبقة السياسية الصمت حتى أحزاب الموالات؟ يعني هي فعلا كل ما ذهبت عليها له جزء من الحقيقة،
قضية الصمت ما أظنش الصمت، نظن البيان السياسي نتاعنا عنده يومين وأرسل إليكم حول قضية الإقالة أو الإحالة بالضبط. قصف من الأسئلة يأتي من المواطنين العاديين بعيدا عن النخب، لا سيما من الطبقة الصحفية. أنا أقول لك أكثر من 71 صحفي تم الاتصال والاستجواب معه حول القضية، إذا كان عندي معطيات حول هذا الموضوع وما هو التفسير الرؤية السياسية. هي لا في الواقع لا، عندما نسمع وهذه معلومة يعني أنه أمين عام الأرندي بالنيابة أحمد أويحيا، أمين عام الأفلان، يطلب من كل قيادات الصف الأول والصف الثاني عدم التعليق على هذا القرار. هذه معلومة نسمعها. هذا شأنه، لكن نحن ما عمرنا ما طلبنا هذا، كل واحد والموقف تاعه السياسي. الشيء اللي نفهم أنه صناعة الرأي العام صعبة جدا. نعم. الدول العالم الثالث أو الدول اللي ما تحكمش في صناعة الرأي تكثر فيها كثير من التفسيرات والتعويلات وهذا هو وغير ذلك. انت يجي يعني صانع سياسة في البلاد نقدر نقول من الطراز الأول أو الثاني في الترتيب، وثم يقول هذا حديث صالونات بعد مباشرة يعني تحدث على هذه النقطة. سير ويبات نستمع إن أمكن مصطفى لتصريح الأسبوع، هكذا تصريح الأسبوع لأمين عام الأرندي بالنيابة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الذي لم تفارقه هذه القبعة في ندوته الصحفية مؤخرا. نتابع. كاين اللي يقول لك تحل الجيس راح الأمن تاع البلاد، كاين اللي يقول لك تحول سكورات من ديراس للدفاع راحت البلاد، سكورات تحول من ديراس راه في ليطاماجور، سكورات راه يخدم اليوم كما البارح مع الوحدات تاع الجيش في مكافحة الإرهاب. دستوريا رئيس الجمهورية رئيس قوات المسلحة، رئيس الجمهورية مسؤول الدفاع الوطني، واقعيا رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع. هل هذا الرئيس ولا نيرو اللي في تاريخ روم يحب يحرق البلاد؟ هل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا معارض باش يحوس يكسر جهاز الأمن؟ أو هل فيه تعديلات وتحولات اللي هي طبيعية؟ كان هذا تصريح أمين عام الأرندي بالنيابة السيد أحمد أويحيا خلال الندوة الصحفية، كان يتحدث أيضا بقبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية. ربما تصريح 24 ساعة فقط قبل الخبر الحصري الذي انفردت به النهار، إبعاد الفريق محمد مديان من قيادة جهاز الاستعلامات والأمن. قبل أعود إلى النقاش، ربما نربط الاتصال بعاصمة الجن والملائكة هكذا باريس. معنا من هناك بالعيد أو العيد باللطرش المحلل السياسي. مساءك سعيد سيدي الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. كما استمعت ربما إلى جزء أو مقتطف من برنامج قضية ونقاش، ربما الجزائر استيقظت اليوم صحافتها على صورة الفريق محمد مديان تتصدر عناوين الصحف الجزائرية، حتى في باريس ربما قراءات الصحافة الفرنسية تباينت بين من يرى أن جهاز الاستعلامات والأمن لم ينتهي برحيل توفيق أو غيره. ربما العديد من الروايات تروى، العديد من القصص تحكى حول قضية إبعاد الفريق محمد مديان. كيف تفعل ربما الرأي العام الفرنسي وحتى ربما النخب الإعلامية والسياسية هناك مع هذا الملف؟ تحية طيبة أستاذ أحمد، وتحية لضيوفك الكرام أساتذة الأفاضل وللنهار ولمشاهديها الملايين في الجزائر وفي غير الجزائر. لا أرى أن في هذا الحديث انتقاص من قيمة السيد مديان، ولا أرى فيه شبهة سياسية. فعندما يكون الأمر متعلقا بالجيش نقول إن الجيش هو الذي يقود الأمور وإن الأمر على الفريق الثالث السياسيين، وعندما تنتصر السياسة أو تريد أن تنتصر نطرح حولها استفهامات. فأنا أعتقد أن السيد مديان الذي عمر في منصبه 25 سنة ربع قرن في ظرف من أصعب الظروف التي عاشته الجزائر، كما تفضل السيد محمد خلفاوي وضيوفك الكرام، فمنذ نوميديا القديمة إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها لم تمر الجزائر بمرحلة عصيبة التي عاشتها. وفي تلك اللحظة كان هناك رجال، وكان مديان وغيره من أجل أن لا تسقط الجزائر، وقد كانت وحدها
أمريكا، كيف أنه في سبتمبر 2001 في لحظة من اللحظات تمر بهجمة عسيرة يستشهد يموت فيها 2977 رجل في لحظة من اللحظات في أمريكا، مع أن نيويورك مساحتها 1214 كيلو مربع وتطل على البحر. نعم. مع ما لأمريكا من سافلات وكذا. فإذا هذا الحدث هو حدث أراه فيه إيجابية ومقدمة صائبة، سنترك هذا للأيام المقبلة. وأعتقد أن السهر على الأمن في بلد مساحته خمس مرات فرنسا ليس أمرا هينا. نعم. والدليل على ذلك، وهذا قد يكون آخر كلامي في هذه المداخلة الآن في هذه اللحظة أقول في هذه المرة الأولى، فإن بعض الأحزاب في مقراتها التي مساحتها على الأكثر 100 متر مربع وفي مجالسها الشورية التي قد لا تتعدى 100 فرد، فإنها من العسير عليها أن تطبق الديمقراطية وقد تفتتت أشتاتا وأحزابا. فأنت تقيم على الأمن في بلد شاسع في الجزائر، فينبغي أن نعلم بأنه ليس أمرا هينا. نعم. والحقيقة سيد بلطرش، نعم فكرتك جميلة، لكن فقط سؤال، كيف تعاملت نخب أو تفاعلت نخب الأكاديمية الإعلامية والسياسية الفرنسية مع إبعاد الفريق محمد ميدين؟ أكيد أنت تعلم أستاذ أحمد وضيوفنا الكرام يعلمون أيضا بأن الصحافة العالمية بقنواتها التلفزية وبغيرها وبصحفها المكتوبة وبكل الوسائل تعاطت مع هذا الخبر. مثلا جريدة لوموند كتبت عنوانا في هذا الباب، فمنهم من يقول أقيل أو استقال مثلا. نعم. في هذه السياسة، كذلك جريدة لفيجارو مثلا وغيرها من الجرائد التي تحدثت في هذا الأمر ورأت حدثا كبيرا على أن تنتظر المستقبل كما تفضلت أنت في مقدمتك. فإذا كان ابقى معنا ابقى معنا العيد بلطرش، سأعود لك في باقي عمر البرنامج. أعود إليك سي محمد خلفاوي. نعم. لو نتحدث عن الرواية الرسمية الآن، ربما بوتفليقة كما قلنا لما وصل للحكم سنة 1999 قال لا أريد أن أكون ثلاث أرباع رئيس، إشارة على أنه الجيش كان يتدخل ربما في صناعة الرؤساء، أنه قبعة الجيش كانت هي من تتحكم في مفاصل الدولة، صناعة القرار وغيرها من الأمور. اليوم يعني مع بداية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة ربما رسم معالم جزائر جديدة، معالم ربما عبر إعادة هيكلة الدياراس، عبر ربما إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية ككل، تماشيا والتحديات الرهانات الإقليمية وحتى الوطنية. استمعنا إلى أحمد ويحيى يقول أنه عندما تم حل الجيس أو غيرها ربما سنوات التسعينيات ليست اليوم، تغيرت المعادلة كثيرا. يعني هل ترى أنه بوتفليقة له نظرة استشرافية ربما لإعادة قبعة الجيش إلى الثكنات؟ المدني مدني، السياسي سياسي، من انتخبه الشعب، من فوضه الشعب، هو من يتحمل مسؤولية أي شيء. هي الفكرة تاع تحويل المجتمع الجزائري وتاع السياسي يرجع السياسي على العسكر، هذه في الحقيقة لو نرجع للحقائق نرجع الشادي بن جديد لما الجيش خرج من الكوميتي سنترال تاع فلان. نعم. وفتح الأمر، لكن مع الأسف سرا وسرا جا خرج جبهة الإسلامية إنقاذ، ومن بعد كان فيها واحد توقف المسار الانتخابي وغيره، يعني سرا ما سرا حتى توقف الأمور. إنما نقدر نقول باش رجع كما قال على نيران وقول على سيزار اون فالو ميتر ا سيزار سو كي لوي روفيان، حاجته هذه سي شادي بن جديد يقام بها. لما تتكلم لي على استقالة السيد التوفيق، كل احتراماتي للسيد لو جينيرال، من شادي بن جديد أقال قصدي مربح. نعم. على ديريكسيون سونترال دو سيكوريتي ميليتار، لكن ما كان في عندنا دجل. أقال مصطفى بن لصيف رحمه الله في زوج في ثلاثة أقاله، كان شيف ديتا ماجور دي زارمي. من بعد اليوم السيد التوفيق صارت فيها دجل. لكن علينا حبيت أنا قبل هذا نرجع لما يقولوا فيه صراع، صحيح فيه صراع، لكن المشكلة هنا شخصوه، يعني صراع بين شخصين ليس بين أفكار. كان مثلا مع السيد العماري رحمه الله الشيف ديتا ماجور كانت عنده نظرة مثلا في اللوتونتي تيرويس وإلى آخره، ربما لم يكون في انسجام مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فاستقال. اليوم فيه دفع بالجزائر لأمور أخرى.
التخوف نتاع الناس. لا في هذه النقطة بالذات في هذه النقطة سي محمد خلفاوي، هل ترى أن كل ما يحدث اليوم هو نتاج توافق؟ أنا بالنسبة لي أنا توافق، لكن نقول للسيد أحمد ويحيى وكل احتراماتي لمشي الديكتور كابيني، لما الناس يتكلموا على سكورات ولا الجيس ولا آخره، لأنه ما فهموش باللي السيد عبد العزيز بوتفليقة راه قاعد لو شونجمون اي طونتان سو فار، يعني السكورات ترجع للتال سيرفيس يرجع لين، والسيد سيد توفيق لازم يبقى حتى تبان مراسم الجهاز الجديد ومن بعد ينسحب، ما يقدرش ينسحب بسهوله. سيد 25 سنه هو قائم شد يعني الامن الوطني تقريب، هو معها على كل حال رجال اخرى يعني كان يمارس في مهامه في هذا الاطار واخره، ومن بعد خير لا لازم يبقى واقف وحتى يعني يرشد او يعطي راي. هذه على الاقل تيوريكما، على الاقل الناس ما يفهموش سكورات كان هنا بعد راه انا ما تكلمناش غير كمل الجيس مثلا، الجيس كان من بعد يديسباري اون بو لو مات نقدروا نديروه في اماكن اخرى، لانه الشيء اللي تقلقت منه ما قلتهاش الفكره هذه. لما تاخذ من وحدات مكونه فتفكرت انا في كيف اسمه الرئيس العراقي المالكي لما جاء وحل الجيش العراقي وماذا جرى من بعد، خلي جرى ما جرى من بعدها. انا كان قلق بالنسبه لي انا في هذا، لانه الراعيو للمعنويات تاع الشباب هذا. نعم. اللي جاوا باش يضحيوا بنفسهم، هذا الشيء اللي خلاني. انما الشيء الاخر لما يتكلموا المعارضه ولا شيء المعارضه، وبالعكس المعارضه يقول السيد عبد العزيز بوتفليقه في المعارضه باش يكسر الجهاز، ولا المعارضه حبت تكسر الجهاز، ما كان حتى واحد، بالعكس الناس تقلقت لانه ما همش يشوفوا لا سويت واش كاين من بعد. سيدي كاين الريدو لا ليكتور، سيدي على مراحل لا سمح لي نكمل لا ليكتور اوباك، ما قدروش يقراو من بعدها لا بروجيكسيون ويني، وليدا كل واحد اللي سور سيغارد فهمتني. اما السيد عبد العزيز بوتفليقه سيد رئيس الجمهوريه، نعم سيد رئيس الجمهوريه قال اننا ماشيين في تغييرات، وكنا سنو من هذا المنبر تكلمنا كنا سنو فيها تغييرات. لما سئلت في هذا وقلت اذا كان يعني في إطار هذه التغييرات الجهاز يتغير فأهلا وسهلا مرحبا، وبالطبيعة الحال لأنه لازم يكون منسجم معطيات أخرى ونفرح ونصفقوا لها، لأنه كلنا نستنوا في حرية المواطن هذه وترقية المواطن والمجتمع. ما هو الجهاز كيف الجهاز؟ أنا في نظري كان ماهوش يعني سي خلفيه حتى نكون في الصورة فقط. نعم. ربما أنت تفضل. تعرف الجهاز جيدا تفضل. ربما بتجارب حتى الدول الأخرى. نعم. ملامح التي يريدها بوتفليقة من خلال هذه التغييرات، إلحاق ربما مديريات رئيسية بقيادة الأركان، إلحاق بعض المصالح بمديرية العمل الأمن الوطني. نعم. يعني الجهاز الآن مما يتكون أبرز نعم. هيكله الآن بعد التغييرات الحاصلة نعم. أكثر من 7 مديريات. نعم. صحيح. تم إلحاقها بقيادة الأركان، ما تبقاش مرتبط بالصورة القديمة، لأنه درك يفو سو بروجتي درك لازم يصغر في المستقبل. نتحدث عن الان عن امن داخلي امن خارجي فقط. الامن كامل، الامن الجزائري كامل. كنا في 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 كونسبت في تصور وين الجهاز من 62 الى يومنا هذا او قبل يومين، كان كومباكت، كان ملموم، يعني شخص تحته قوات كبيره وقويه حوله اساطير، شاف يعني شاف. لا ما هي من بعد تشوف لا سيئة اللي يحكمها راه يولي أسطورة، ماشي قضية في الكلام هذا. هل هو كان قادر؟ هل هو يعني شرفنا وقام بالعمل؟ الإفيكاسيتي كانت أم ما كانش؟ فهمت؟ لازم نعترفوا له ونقولوا بارك الله فيك ونتمنوا له يعني تقاعد ولا يعني اون روتات دو روبو. من بعد ما السيد مد صغره وشبابه والى اخره من الثوره السيد هذا ما نغلطوش في هذه. اما الجهاز كيف راح يكون ما تبقاش في مرتبط باللو كونسيبت اللي كنا فيه. تسير كلاسيك درك اللي كلاتي كان ملموم كل درك ترجع مثلا كما في فرنسا ولا كما في تونس او في المغرب ولا وين كاين لا سيكوريتي اكستيريور ولا من جهه، لا سيكوريتي انتيريور الامن الداخلي من جهه، السكورات كما كان يتكلم كواكو سكورات يعني مؤقت
لانه ما دامنا احنا في 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 حاله هذه الارهاب ما زلنا ما نشنا مرتاحين منه فيخرجوا دي فورماسيون هذه النقطه سي لا حبيت نقول برك لما يتكلموا يقول واش قالت واش قالت الصحف ولا كيف يعني يعني فاتت ولا ما حبوش الناس يتكلموا يا ان سيت فرونسي ان سيت فرونسي اللي يتكلم في البرمي سبتمبر يحكي له بعثوا لي لو سيت في الاخر وفي البرمي سبتمبر قال لك ذهاب جنرال دو كور دارمي مدين اي سارا رومبلاسي بار سي بشير جنرال بشير ان سيت في البرمي سبتمبر واحد سبع ايام ولا ثمانية في البرمي سبتمبر يعني احنا ما كناش عبالنا هنايا منين جات منين سربت هذه المعلومات واخر مع انها الامور كانت ماشيه لو بريزيدون دو ريبوبليك كان ماشي في هذا السياق ويخدم في هذا السياق انما لو مونك دانفورماسيون لو مونك دو فيزيبيليتي دو فيزيبيليتي سامحني لو مونك دو فيزيبيليتي خلى الناس خلى الناس نا درك ولات ولاو الناس يكريتيكو في المعارضه ولا في شخصيات لماذا لم تتدخل يا با دو فيزيبيليتي هذا هو شيء القلق فقط لا نعم سي محمد خلفاوي في هذه النقطة بذات عدم وضوح الرؤية ربما هو ما زاد الأمر غموض يعني كان هناك بيان لوزارة الدفاع كان هناك بيان أيضا لقصر المرادية يعني يعني مؤسسة الرئاسة يعني وضحت الأمور على الأقل أنه تم إنهاء مهام حسب القانون حسب ما يخوله الدستور للرئيس بوتفليقة وغيره من النقاط لو نتحدث الآن ونحن نشاهد عجبتني هذه توضح لها تعرف البيان تاع وكالة الأنباء الجزائرية اللي هدر على آخر في خمس سطور ما وضح ولا شيء ثانيا قضية التعامل الرداءة تاع السلطة في التعامل الأمني هم اللي زادوا الضبابية للناس فهمت؟ كيف في التعامل الأمني كيف في التعامل مع الأمن ولا لا التعامل الإعلامي الإعلامي إعلام من حقه سي سليم يتلقى في المعلومة لا 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 اسمع اسمع كي يتم إلقاء القبض على أن جنرال مش هنسميه والمعلومة يخرجها سيت هكذا وبعد خرج الجريدة المواطن وين يروح يروح لابيس ويروح يشوف تلفزيون جزائري هكذا اللي هو مفروض تلفزيون الشعب لكن رجعوه تلفزيون تاع ان تو بتي كرو فهمت كي يروح هذا المواطن هذا الجزائري هذا اللي راهو في داخل الجزائر ويبقى يتفرج في التلفزيون كحال التلفزيون وما يحكيش على هذا الخبر اليوم وغدوه وغير غدوه ها وثم لكن اون باراليل في الصحافه تلقى باللي لا سيد عنده انا فوكا واهله يهضروا وسيد راه في سجن بليده يزيد يروح المواطن هذا يروح يضرب طلة في السيت تاع 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 وكالة الأنباء الجزائرية ودي العشرة وكاني غلط ما يلقاش الخبر ويزيد يروح يشوف نشر الأخبار اللي هي الناطق باسم السلطة لا يوجد أي خبر ما يلقاش الخبر وبالعكس يلقى خبر تافه ويلقى رسالة تاع بوتفليقة الملك الوزوطو بمناسبة زوج بنته يلقى هذه الأخبار هنا يقع له مشكل المواطن ويقول يا كيكو شوز كي سباس فهمت لانه احنا مش نحكيوا على القلق قبض على على على, على شخص نعم. على ان جنرال اللي كانت عنده مهمه في ندوه صحفيه لم يعلق على هذا الخبر ما يعلقش لانه هو ثاني عنده اللوتو سونسور وزيد بزاي ويحيى في النقطه هذه بالذات يقول له نتمنى الخير للسي حسن انا ما نفهمش انا يعني السلطه لا تعلن على الامر السلطه ما اعلنتش انه تم القاء القبض على اي جنرال انت شفت بيان من 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 وزاره الدفاع هل شفت بيان رسمي يفيد باعتقال شخص فلان وعلان ما كانش كومو يلوز ريبوندر كون يقولوا خويا ما اعتقدناش حتى واحد سير ويبات سعود اليك ثاني لانه انا ما جاوبتش حنا درنا كلمات متقاطعه سعود عليك من اجل فاصل فقط سامحني يعلق فقط حتى فقط تفضل تفضل سير ويبات سعود اليك وزير الدفاع اعلن على ايقاف لكن تكلموا على نفس جنرال حسن لكن متى نحكي لك انا صح متى ماشي يعني واحد قاعد في ثلاث ايام مواطنين مساكن نعم سير ويبات ضايعين بين على كل هو يكذب عليك اللي يقول لك بانه الصراع بين مؤسسات غير موجود هذا يستمر عايش في عالم الملائكه نحن في التاريخ يثبت من مؤتمر طرابلس الى عهد الجزائر المستقله بمختلف المراحل تاعها الى عهد الجزائر التعدديه هو صراع قائم بين أولويات ضمت... سياسي مع العسكري لكن منظومه الحكم ماشيه منظومه الحكم هو توازنات وتحالفات الان السؤال المطروح منظومه الحكم الدستور تاعنا هل فيه اختراق ولا ما فيش اختراق الان انا نجي رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه في القضيه هذه بالذات عنده مواد دستوريه اللي تخول وياخذ الاجراءات
اللي تضبط حسن سير المؤسسات الدستوريه من وجهه نظر الدستور. اين حصل الاختراق؟ هل تحدثت عن اختراق؟ ماذا تقصد بالاختراق؟ مثلا الدستور الماده 74 وغيرها ما يليها تسمح لرئيس الجمهوريه باش ينص ينهي مها، هذه صلاحيته الدستوريه متفقين يعني في هذه النقطه. الان مثلا عندما يستقيل رئيس الجمهوريه الشاذلي بن جديد، عندما اللجنه المركزيه كانت اغلبها من جنرالات وكذا وكذا، فأي مواطن لا يتصور أن الحكم مدني، حكم عسكري. نفس الشيء بالنسبة للمراحل التعددية في عهد زروال، من أتى بزروال، من أتى ببوضياف، من أتى ببوتفليقة، عهد رؤساء هذا. أي نعم، بوتفليقة جاء قال بلي هم اللي جابوه. أي نعم، معناه المؤسسة العسكرية في إطار صناعة القرار هي اللي تصنع القرار. والآن الآن هل ترى أنه إجراءات اللي قام بها بوتفليقة تتجه في سياق إعادة القبعات الجيش للثكنة؟ نعم نعم، هذا إجراء بالنسبة لمن مخول الدستور باش يقوم بإجراءات تنظيمية ونظامية، شيء طبيعي ماهوش ينزل عليه الوحي هكذا، كان في إطار تشاور المؤسسات الموجودة اللي هي المؤسسة العسكرية، يصنع خطة استراتيجية حتى يقوم بعملية إعادة التنظيم هذا. فقط هنا أضيف كلمة فقط، يبقى احنا الفشل تاعنا مثل ما أشار الأخ اتصال مؤسساتي، نعم، هو أنه رانا في بعد كبير عن صناعة الرأي العام، بنخلي المواطن يرافق العمليه، لانه احنا دوله شموليه ماهناش دوله ديمقراطيه، احنا دوله يمسكوها ناس غير شرعيين، لازم نرجعوا الاصل، اصل الموضوع. مثلا هذا لا. مثل ما اشرنا سيئو يحيى عندما يقول هل رئيس الجمهوريه ولا في المعارضه ويكسر المؤسسات، هل الطبقه السياسيه اللي في المعارضه جات بتكسر المؤسسات؟ لا، انا لست ناطق رسمي باسم المعارضه، ولكن مسؤول لا ينبغي أن يقول هذا الكلام، لأن المواطن البسيط يقول من هنا يقول أن المعارضة جت كسر المؤسسات. بالعكس، ربما أنا في سباق مع الساعة أكبر من بوتفليقة باش نبني مؤسسات، وهذا شيء طبيعي موجود، هذا التصور وهذا ربما الصراع اللي موجود عند أجيال تاعنا السابقة واللاحقة باش تبني المؤسسات اللي تخدم الشعب. سنعود لهذه النقطة سير ويبات. مشاهدين أينما كنتم، فاصل قصير ولا نعود لا تذهبوا بعيدا. مشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى الجزء الثاني من برنامج قضية ونقاش. وكما تبعتم في الفصل الأول من برنامج تعرضنا إلى مغزى ودلالات إبعاد الفريق محمد مدين، كيف تفاعل الرأي العام الجزائري مع هذه المحطة الفاصلة إن صح التعبير، 25 سنة من حكم إن صح التعبير الفريق محمد مدين على رأس جهاز الاستعلامات والأمن، انتهت ليخلفه طرطق على رأس هذا الجهاز. ربما أعود إليك سي سليم صالحي في هذه النقطة بالذات، لكن قبل ذلك أريد أن أسألك السؤال ربما خارج قليلا عن الموضوع. عمر غول جهر أكثر من مرة بأنه يلعب كرة القدم لماتش يعني مع الفريق محمد مدين، هل سينضم ربما عمر غول وزير السياحة الحالي إلى تشكيلة ربما جديدة؟ يعني نبقى لشوال، لأنه هذا الكاليتي نتاع الطبقة السياسية التي تنتجها دولة غير ديمقراطية، لأنه اسمع المنظومة غير شرعية، يعني كتعود أنت برلمان ماك الشرعي ورئيس مو الشرعي مطعم شرعيته، يعني لأنه الكونتكس كان شرعية ثورية، وبعد تم توقيف المسار الانتخابي وتم اتخاذ قرارات سيئة غير مدروسة من عند الجماعة بعد 92. في هذه النقطة في ذات، لا في هذه النقطة حتى لا نظلم ما أحد. شوف في هذاك الوقت سي العروسي، هل ترى تطعن أنت في شرعية ربما منظومة الحكم الحالية؟ طبعا من مواطن انا نعطيك تبرير بناء المؤسسات، اي مواطن تسأل يقول لك لا حتى يعني التبرير مشوبه حتى يعني سي يحيى يعني اللي راه هو يقول لك بانه الانتخابات ما كانش نازيه في اكثر من معه، وانا رجل كذا وكذا، معناه المواطن العادي البسيط فعلا عنده عدم ثقه في مؤسسات في اسلوب بناء هذا رأيكم شخصي تتحملون؟ لا نقول لك في هذا الباب بالذات، احنا عندنا الدستور اللي يحب يلعب بالدستور، المادة 33 من الدستور وش تقول لك؟ تستهدف مؤسسات مساواة جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة جميع المعوقات التي تحول دون
مساواة الجزائر. لكن بيت القصيد، بيت القصيد جايبني في المشاركة الفعلية والفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أكثر من 50 تشكيلة. واحد يلعب مع توفيق، واحد يلعب مع توفيق البالون، واحد ما يقدرش يمر. انت كون لقيت تلعب البالون مع توفيق، لا الله غالب، لأن والله في وقت من الاوقات تكون لقيت تلعب حتى انت. والله ما سي سليم تفضل، سي سليم تفضل. لا لا انا نحوس نرجع فقط. نلعب كمواطن مع توفيق وغيره لانه زميل واب واخ، ولكن فيه بعض الممارسات اللي ذكرها سي صالح مثلا مع زيد او بوزيد ما نلعبهاش. تفضل سي سليم. ما اردت ان اقوله هو انه في هذه السنوات تم انتاج طبقة سياسية رديئة. نعم. رديئة جدا، وتم ترقية وزراء تحفظ أنا جاي يعني جاي نفسر خليني نفسر لك تم إنتاج. هذه ما وقعش في الجزائر فقط، يعني لما تروح لمصر ولا تروح لتونس في وقت الديكتاتوريات، هذه الأنظمة تستند إلى طبقة سياسية اللي يسموها بين قوسين الموالاة، هي اللي تخلقها وتستند إلى مجتمع مدني هو اللي تخلقه. يعني مثلا أنت لو تحكم منظمات هذه تاع المجتمع المدني اللي هي من الكشافة على أكاديمية المجتمع المدني على منظمة مجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء وكذا، ومنا هذه كل تم يتم احتوائها حتى تصير يعني هي الروافد. ثم تروح للشعب هذا المنظومة تخلق ما يسمى الحلفاء الطبيعيين للنظام، ها اللي هم طبقه من الشعب مستفاده من نظام التزوير ومن نظام الرشوه ومن نظام التليفونات ومن نظام انه صاحب الكفاءه ما يطلعش، لكن الرديء اللي عنده معرفه لازم يطلع. دونك هذو ثاني اللي هم تقريبا هنا في التقديرات في العهد الرابعه قدرناهم تقريبا واحد 3 ملايين يعني جزائري ما عندوش لقمه العيش، لكنه لانه يعرف المير ويعرف كذا ولاقي عفسه. هذو يسميهم في العلوم السياسيه الحلفاء الطبيعيين للنظام الشمولي غير الشرعي. هذا ما يحدث في الجزائر. يا أنا نوافق سي محمد لما ذكر هو بالشاذلي، احنا نحكيه على سيرور التطور، نشأة الدولة الوطنية في الجزائر بعد 62، فهمت؟ اللي راحت من الشرعية الثورية واتجاه اليساري، ثم محاولة الشاذلي انه يعمل شيء وشيء مفيد للبلاد مع رجال كان يخدم، ماشي مع رجال جو من افريقيا، كان يخدم مع رجال جزائريين يعني في المسألة العسكرية والمسألة السياسية داخل فلان. ثم وقع اختيار تاع الشعب على الجمال السمين الانقاذ، جماعة في السلطة قالوا هذا ما نقبلوش، هكذا وقفوا المسار الانتخابي بدون خطة بديلة. ولما نقول لك بدون خطة بديلة، انا سألت اصحاب قرار في هذاك الوقت، وانت تعرف بلي انني كنت مدير جريدة. نعم. وسألت ناس يعني في هذاك الوقت، ثم رجعت بعد 14 سنة سألت أيضا ناس كانوا في السلطة يعني دوكم راحوا، حتى مع ناس اللي كانوا مقربين من الجنرال توفيق، ومنش ما نذكرش الأسماء. عاودت نفس الأسئلة، يعني هل لو رجعتوا راح تعملوا نفس الشيء؟ قال لك جامي ونورا جامي في لي شوز بهذيك الطريقة يعني. نعم. ممكن يوقفوا المسار الانتخابي لكن ماشي بهذيك القرارات السياسية اللي بعدها اللي كانت رديئة وسيئة. قال لك اونجيري لوجور وجور، ما كانتش خطه. دونك اللي رانا فيه احنا هو التبعات هذيك، ولو ما كانش التبعات لو كان ما يروح الزروال راح لانه كان فيه خلاف، اليس كذلك؟ ولا استقال هكذا برك؟ استقال لانه كان فيه خلاف الرؤيه في لا فيزيون. من بعد راح وجابوا بوتفليقه اللي عرضوا عليه من قبل في 94 و95 وما اتفقوش. هي ما اتفقوش على شروط العقد، يا راجل لازم المواطن الجزائري يفهم الشيء. ثم عادوا جابوه في 99، تغيرت الظروف، حتى الظروف الدولية والمحيط الجيوستراتيجي تغير أيضا، وجاء قبل عقد وراحوا يمشيوا لخطة معينة. لكن بعد خطة هذه في 15 سنة وسرى بعجالة، أخفقنا وأخفق بوتفليقة، أخفقنا في الرجوع إلى الدولة المدنية، أخفقنا في دولة، في إنشاء دولة القانون 15 سنة، في دولة الحريات، في دولة الكفاءة. يا أخي تلقى كولونال يهدر أربع لغات، خمس لغات، 10 سنين كابس على قلبه جنرال ما يعرفش حتى يحرك ستيلو. نعم سنعود هذه في الوزارة أيضا، نأخذ اتصال في الوزارة فقط. في الآخر أنا أرد على 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 بكلمة لو تسمح. لا نستمع إليه وأعود إليه. لا أستمع إليه. اختطح من وقت. نعم. هو قال وطعن في المعارضة بواحد الطريقة هكذا استهزائية، يا أخي هذا السلطة اللي حاكمة فينا تقمع في المعارضة وتخلق طبقة سياسية على رأسها غول وعمر بن يونس ومن يسير في مساره في ذلك السلطة. السلطة
يجي واحد مثل مقري ولا واحد من بلفليس ولا يجي سفيان اللي هم معارضه شرعيه يا اخي هكذا ولا جاب الله تخرج له البوليسيه ضربه في الطريق ماشي عايب عليك وجي تقول باللي قسمه ولا اخر توتي دوبي في الجزائر على هذيك اللي لازم نرجعوا للنور. لقيت بلطرش من باريس اذا كنت في الاستماع. نعم سيدي. استمعت الى وجهه نظر سليم صالحي الاعلامي والناشط السياسي، هو يقول انه المعارضة اليوم التي أنتم شككتم ربما في ورقة طريقها خاصة بعد التطورات الأخيرة وفشل كل المبادرات السياسية وربما حتى سحب بعض قوى المعارضة البساط من تحت أحزاب أخرى، يعني ماذا ترد في هذه النقطة قبل أن أسألك سؤال ثاني؟ من يستمع إلي يعلم أنني من المعارضة ذاتها، ولا أتصور دولة ولا ديمقراطية بدون معارضة. نعم. ودعني أقول عندما أنظر إلى الديمقراطية وإذا شئنا أن نتحدث في الفساد وفي كثير من الأشياء السيئة التي أشاطر فيها أستاذي الفاضل بالطول وبالعرض حدثته في ذلك وقد تحدثت قبل اليوم. نعم. فأنا من مع المعارضة وأعلم بأنه لا ديمقراطية ولا دولة ولا استقرار ولا توازن بلا معارضة، وإنما قلت أننا في بعض الأحيان وهذا أيضا أمر يرى بالعين المجردة ولم أشكك في المعارضة، قلت بأنه أحيانا يصعب على فوج في قاعة صغرى أن يقيم الديمقراطية ويتشتت شظايا، أشير إلى هذا أو ذاك. أما أستاذي المحترم الذي أحترمه وقد بدأت بهذا في هذه الحصة فأنا أشاطره الرأي طولا وعرضا فيما قاله، وإذا شاء أن نتحدث فيه الكثير، ولكنني أريد أن أستبح مدى نقول أيضا عندما ننظر إلى الديمقراطية في اللحظة الحالية الآنية في اللحظة الآنية يبدو لنا أن الديمقراطية غير موجودة وأنها مسألة نسبية وهمية، لكن عندما تنظر إلى مسار دولة وشعب معارضة وشعبا ومدارس ومؤسسات تجد أنها هناك تطور. لا ننسى بأننا في فلسطين كان هناك انقلاب كان يعني العام الخاص بالدبابات وكان في الجزائر أن تعود فيه إلى ثورة. يا سيد العيد بلاطرش، لا دون العودة يعني إلى التاريخ، تاريخ معروف وله من يتحدث فيه، لكن في هذه النقطة بالذات ألا ترى أنه ضعف النخب السياسية المعارضة إن صح التعبير، البعض يصفها بمعارضة الصالونات، البعض كل شخص يعني يصفها بتعبير، نحن هنا لا نعطي أحكام أو نحاكم أي كان، لكن برأيك لو وجدت هذه السلطة معارضة قوية، معارضة تفرض رأيها، تفرض منطقها، تستطيع تحريك الشارع، هل كان لهذه قوى الموالاة أن تتحرك وتفرض ورقة طريقها؟ يعني اليوم كأنها سياسة الأمر الواقع يعني. لذلك ما كنت أريد أن أقوله يا أستاذ أحمد ليس أن أعود إلى التاريخ ففيه صفحات أنا أصلا أعرف قليلا منه وأجهل الكثير. نعم. فقط كنت أريد أن أقول لأننا مررنا من انقلابات، مررنا من ما سمي باستقالة شاذلي ولو أنه أقيل ولكن قيل استقالة، ثم ذهبنا إلى رئيس يرشح نفسه وحده دون غيره، ثم انسحب سيد بلطرش. فهذا معناه بأن فيه نوع من التطور وإن كان فيه بعض التزوير، فأن تذهب من انقلاب إلى تعددية وإن كانت نسبية وإن كانت مليئة بالأخطاء فهذا من الناحية العلمية في نوع من التحسن. والديمقراطية ليست فيها مختصرات وجراحات، عملية جراحية تحتاج إلى زمن شئنا أم أبينا. نعم. العيد بلطرش في إجابة. نعم. في أقل من 30 ثانية فقط، بوتفليقة يقول أنه الترتيبات الجارية عبر إعادة المؤسسة، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية تندرج في سياق ربما إعطاء نفس إضافي لهذا الجهاز ربما بما يتماشى والتطورات الحاصلة، هل توافقون هذا الطرح؟ الأيام المقبلة ستؤكد ذلك إذا فتح المجال للمعارضة من جانب، وإذا أراد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن يكون مؤسسا للجمهورية الثانية، الجمهورية المدنية التي نعم. في عهد جديد تجتمع فيه السلطة وتجتمع فيه المعارضة في طاولة واحدة ويكون فيه الجيش السيد يحمي تراب الوطن، وساعتها يكون بوتفليقة في العهد الرابعة التي كثر حولها الكثير من الكلام، إذا فعل هذا تكون هذه العهدة هي أحسن العهدات ويكون أدخل الجزائر إلى مسار الدول الكبرى، وتكون الجزائر قد دخلت إلى الجمهورية الثانية بفضل شعبها بفضل معارضاتها بفضل سياسها.
بفضل دخانها بسر إعلامها. هذا هو السؤال الكبير. بوتفليقة قد بدأ في هذه الصفحة وربما بدأ إذا كانت النيات حسنة. فإذا ما تم ما أقول ودخلنا في الجمهورية الثانية فتكون الجزائر قد سبقت دولا كانت بعدنا في الديمقراطية وصارت الآن قبلنا. وتحقق الجزائر معجزة لا أرى معجزة غيرها إلا معجزتها الكبرى التي حققتها قبل اليوم لله وشعبها والمخالفة. نعم العيد بلطرش المحلل السياسي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا. سي محمد خلفاوي تحدث كلام ربما واضح، رسالة واضحة أنه بوتفليقة قد يرسم عالم جمهورية ثانية إن صح التعبير، بوتفليقة قد يدخل التاريخ إذا كانت النية صادقة وأن التغييرات التي أجراها ربما تتماشى ونسق بناء دولة مدنية، دولة لا تزول ربما بزوال الرجال كما الشعار الذي تعلمناه ربما من الاستقلال إلى اليوم. يعني كيف ترى أنت هذا الأمر؟ يعني الأخ كان يتكلم، كل احتراماتي لأخينا في من باريس، كان يتكلم مع الأسف يتكلم كما نتكلم هنا، هذه التحاليل فقط، هذه أمنيات، إنما ما شفناش. هل درك الرئيس قلتها قبيلا، هل رئيس الجمهورية ماشي من أجل الدولة المدنية وإلا فقط نظرا لما جرى هنا وهناك، نظرا ل يعني ما عندهاش أمور علاقة أخرى بما يطبخ، ربما صراع، ربما يقدر يكون صراع، لكن ما هو ما لازمش نفهمه حتى المواطن، يعني ما فيش بلي صراع خرج من عدم ولا فقط ناس ما يعني تمبيرامون ماهوش نفسه، لا، فيه امور في التحاليل يعني يقدر الانسان يوصلها. شفنا في كل البلدان يعني القويه والضعيفه كاين اشياء هكا يعني توصل دي شوز كي اري دي زيفادمون اللي يخليو اعاده النظر في جهاز او في وزاره من وزارات، يعني ذكر. إذا كان خلفاوي في كتابك نعم. كتابك الصادر مؤخرا ربما نعم. كان ما بين السطور وكأنك أنت أيضا رسمت ملامح كيف يكون جهاز المخابرات في السنوات القادمة. يعني ألا ترى أنه هناك تقاطع على الأقل في ورق الطريق هذه؟ شوف يعني معليش راني معك متفق في كلامك وكتبت الأمر، لكن فقط يعني تشوف كل الشعب الجزائري يبقى الأمنية تاعه هو أنه السيد رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة راهو ماشي في إطار انفتاح، نعم، لكن الخوف أيضا هو أنه يعني سي اون بريز دو ديسيزيون على ان ايفينمون صرا، دونك لازم من إعادة النظر، لازم نفكك أمور باش نقوي أشياء أخرى من أجل أمن البلاد بطبيعة الحال. هنا معناها رايحين نبقاو على حسابنا. كاين ناس حتى من يقول ونقولوها أمام الجماهير، كاين ناس من يقول باللي لكن كلام على كل حال، كل واحد لأنه يبقى فيزيبيليتي. كاين من يقول باللي هذا الشيء هذا راهو يسرى باش يسمح لرئيس الجمهورية يتحكم في زمام الأمور كلها من أجل تنصيب، ممكن هذه قراءات ربما حديث مطاي سي محمد خلفاوي، يعني حتى يكون الرأي العام في الصورة. سامحني ماهوش كلامي هذا، لكن راني نقول لك شوف من يعني باسكو ما كانش فيزيبيليتي، ما كانش يعني توضيح في القراءة، كل واحد ماشي والقلم نتاعو، يعني معليش سي دي با بون. انما احنا اللي رانا نطلبوا ونتمناوه هو الرئيس كان وعد بأمر بشي، إن شاء الله يكون راهو في هذه الطريقة هذه من أجل انفتاح سياسي، من أجل ترقية المواطن أو يعني الـ 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 نعم وصلت الرسالة. حقوق المواطن، دولة مدنية، دولة مدنية برك هذه الكلمة اللي يكون سي سليم صالح في هذه النقطة بالذات مفهوم. لا سمح لي كان تكلم الأخ بصفة يعني بسرعة تكلم على شيء خطير، لاري تاع البروسيسوس الكتورال، توقيف هذاك المسار الانتخاب شيء مشيت عليه بسرعه، لكن امر خطير لما نمشي في امر هذا يتطلب حصه، لانه ما مشاش انما اردت ان يختصر موضوع اليوم على هذه النقطه فقط. امر مثل هذا كي ماركي لو بي، كي ماركي الشعب الجزائري بكلنا، هذا ماهوش بالطريقه هذه اللي تفسر يا سيدي،
نمشي في التدقيق في كل مجرى في كل يوم في كل وقت حتى نوصلوا الناس للتوقيف. كيف وصلنا يعني انا لازم لها حلقه مي انا بور مو سيتي انا راي دان بروسيس الكتورال دان بروسيس ديموكراتيك اللي ما رجعناش ليه. نعم. كيف اتخذ هذا القرار؟ هذا اللي تاخذ القرار لا هم يعرفوه. نعم. لكن نعم. انا ثاني انا 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 في هذاك الوقت جيت يعني تيديون في اليونيفرسيتي من بعد خرجت من خلينا نخرج شويه من الموضوع آه. لكن هذا لكن امنيتنا هو انه جو بدير كو سيتي موفيز موفيز ديسيجن بور لي بي. انا نقدر نقولها حتى نبررها كذا يعني اون بوفي ستوبي لو فيس مي سون متر لو بي اون دونجي وبعد تظهر بلي اون با سوفي لالجيري اون سوفي لو سيستيم يان جروب في السيستيم. يا سيد يا سيد احتراماتي للقاده اللي راهم تاع الجبهه الاسلاميه اللي قاد والى اخره المفكر احتراماتي لكن ما تكلمش دوماني تيوريك وكون ميتي لو بي دونجي سوريا واش راه العراق ما صار سنه ينفوا لا لا فوالا باسكو لا فوالا لا راك هنا انت فو ديتوني لا فيريتي ابسولو هادي هك هنا سنه ينفوا هنا نو خلينا قلت لك ما نفتحوش نغلق القوس معليش نديرو حلقه عليها معليش نديرو حلقه القوس لا سامحني قلت انت تخذ قرار هكا مش عارف سون ريفليشير على سويت لا فيه امور صرات انا في با دي فيزيون ما كان عندهم اون سول ديسيزيون كلير ستوبي لو فيس سيدي راك من بعد ما نظنش انا كان عندهم فيزيون اي لا بروف نزل عليك الوحي لا انا قلت واش قال لي نزار باش واش قال لي واش قال العالم نزار ايوا واش قال له قال لك نحوسوا على الحين رايس قاعدين نحوسوا على رايس اخي سي لويك لا ديكلاري قال لكم بعدين هارون قال الى 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 سيتي بوضياف يجي صوتي سور لوكازيون سيتي لي فراز دو نزار اسمع لي يقعدوا هذو اللي هبطوا رايس شادلي ويقعدوا يحوسوا على رايس هذو كان عندهم خطه ما كاينش عندهم خطه انا جو بو ديفوندر ما بوزيسيون مي ماشي اليوم هذه راهي حلقه هذه حلقه واحده اخرى ماشي مي زارغومون مع احترام لي زارغومون تاعك انما الجزائر ما كانتش انما الجزائر ما قامتش ما كملتش برئيس كملت بمجموعه مجلس الدول انا عندي راي مخالف برك فقط يعني مش لا هو يتحدث عن أنا عندي قراءة توقيف مسار انتخابي هناك أنا حتى ما تدعناش الفكرة شوف يا أخي أنت راك تقول بلي بوتفليقة دار أنا راني مواطن جزائري أيضا وسكننا فيها البلاد أنا راني ما سمعتش من عند بوتفليقة كما راك تحكي أنت أنا بوتفليقة ما سمعتوش من اللي راح لفاند لوكراس ومن قبلها ديجا مدة الشيء اللي راني سمع كان فيه بوتفليقة وجه العديد من الرسائل اسمع عديد من الرسائل انا خليني نجاوب حتى يعني بوتفليقة حزب موالاة وحتى رئيس الوزراء يتحدث باسم الرئيس لا ما عندوش الحق يتحدث باسم الرئيس امين عام مثلا عندما فتح النار على الفريق محمد بن يوم ما ربما كان هناك ورقة طريق شفت كيف تقول له ربما ونهضروا في لابستري وكذا ودوله القانون دوله القانون والدستور ما فيهاش سعيدان يهضر باسم الرئيس ويحيى يهضر باسم اسمع كاين رئيس جمهورية عنده صلاحيات خي قلتو شرعي هو عنده صلاحيات دستورية هو اللي خاطب الأمة هي تقولوا أمة اللي انتخباته ما يجيش السلالي يهضر لي باسم الرئيس أنا بالنسبة لي بوتفليقة ما سمعتش منه ولا كلمة كل ما في الأمر عندي مجموعة رسائل ها اللي عندي شك أنه راهي تكون كل صادرة من عند بوتفليقة باسكو أ مومون دوني بوتفليقة اللي تي فريمون مالاد وكانت واحد لي ديسيزيون تخرج خلينا من هذا السوق حتى ما نزيدوش يعني بيرتوربي لو سيتوان الجيري نعم مي نعطيك حاجه رسميه انا لا اثق في مجموعه الرئاسه وانا لا اثق في لحد الان المعطيات اللي عندي في قياده الاركان لي ديسيزيون يعني ولا اثق في بشير طرطاق اللي راهو معاهم في هلا ديمارش لحد الان نعم. صعبه تفهمني ما تخليني لازم نكمل لا في هذه النقطه لا حتى انا شخص الحديث فقط انا شخصا لا ماشي اوتون كو بيرسون اوتون كانستيتيسيون هما داروا ان ديمارش الان بيعاودوا هيكله الجيش هكذا ورانا نقولوا هذا هو الخطاب الرسمي الخطاب الرسمي يقول لك انه الترتيبات هذه تجري في اطار اعاده هيكله الجيش ما يحكمونيش الناس على كلمه واحده يقول لك وخذها لا انا رجل نحب نحكي كلام موزون انا لا اثق في هذا ديمارش لحد الان لكني اتمنى اوطون كو سيتوان الجيريان انه يكون شي يقولوا فيه صح هذا ما نتمناه خليني نكمل برك لانه كل شيء اللي جرى رده الفعل اللي كانت بعد فالدوغراس هي دي دسول ما نقدروش نحكيهم حنا ورانا لانه ماشي كاين غير الخطوط الحمر كاين حتى كلام كون يتقال للمواطن مش مفيد رده الفعل اللي كانت بعد فالدوغراس هي اللي جابت هذه النتائج كل فهمتني
ما انا نقول لك انتما تقولوا الاصلاح اتمنى ذلك، تقولوا بلي الدوله المدنيه والدوله الديمقراطيه اتمنى ذلك، اتمنى ان تكون الساحه السياسيه هي ساحه الكفاءات هذا مطلب والاقتصاديه السياسيه هي هي سليم. اي نعم هذه هي. لماذا الان يلتزمون الصمت؟ وشكون اللي يلتزم الصمت؟ ولا احد يتحدث ربما عن التغييرات التي تجرى في المؤسسات. شكون اللي يحكي الموالات؟ لا لا احزاب المعارضه. معارضه انا سمعت بقري هدر وسمعت الناس هدروا. اذا امكن المخرج يعطينا فقط تعليق لرئيس حركه مجتمع السلم عبد الرزاق محمد ربما سفيانة. رسمه على موقع الفيسبوك ان امكن ذلك مصطفى. نعم سنعود. سوسي قال الجنرال توفيق نحن لا يهمنا تغيير الاشخاص، هل ستغير حقيقة الدولة المدنية؟ هذا هو شيء نحوس عليه هنا يا. هذا شيء كلامي أنا يا فقط. ثم تقولوا لأجل الإصلاح، إن غدا لنظره قريب وسيعرف الشعب الجزائري إذا كان فعلا هو عبارة عن استقواء طرف على طرف. هذا أحد التعليق. الشيء الجميل في الموضوع أن المعارضة لم تقع في ردة الفعل وحافظت على رؤيتها وقاعدتها في المطالبة بأصول الممارسة السياسية العادية التي هي جوهر التغيير الذي يجب أن يجتمع عليه الجميع. نعم إشكالية هي إشكالية منظومة حكم، نريد منظومة حكم شرعية بكل هياكلها من المير إلى رئيس الجمهورية، لأن هذه المنظومة اللي طلع لك الكفاءات يا سي أحمد، الكفاءات الاقتصادية، الكفاءات في الجيش في الأمن العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى النخبة، لازم تكون حريات ودولة القانون ودولة الديمقراطية، وإلا ما يخرجوا لكش. الدولة الشمولية تخرج لك الرداءة لا راكاي في الجامعة، متأخرين احنا في الجامعة، في الصحة، في الثقافة. تراك تشوف بلي أستاذ جامعي. نختم كلمة قالها مالك بن نبي، أنا نفس النخبة نحكي عليها. مالك بن نبي في الأربعينيات كان يحكي على بن جلول تاع قسنطينة ويحكي على الزعيم الروحي للوطنيه سيدي واسمه مصالح الحاج. مصالح الحاج في هذاك الوقت راه لا ما جينيراسيون في الكتاب تاعو لو بوريسمون كان فقره انا شدتني، قال لك ثم اصبحنا واصبحت هذه النخبه الجزائريه طموحها ويقرا 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 باه يكون سوبريفي عند الكولون. الور نفس الشيء راه الان عندنا وحده النخبه طموحه يولي خماس عند منظومة مطعون في الشرعية نتاعها، وهذا كلام ويحيى وكل جماعة. ويحيى أنا كنت سنة فيه لكن يقول في الإصلاحات، أول إصلاحات اللي يديرها أنه يتم حل الأرندي. أخي قلتوا بلي زورنا على جان صوفيو لاجيري، لاجيري اللي صوفي يا محمد، ارجعوا للأخ ارجعوا حلوا الحزب نتاعكم كخطوة كل الأحزاب هذه، وروحوا ديروا أحزاب جديدة وديروا مؤتمرات ودخلوا. أنت طالبت مناظرة أحمد. نعم لكن نظرا لضيق وقت البرنامج فقط. سير ويبات على ذكر ربما ما قاله مصالح الحاج وما قالته النخب الجزائرية في وقت مضى، يعني مهري رقم فاعل في التسعينيات في المشهد السياسي الجزائري قال نحن في زمن الرداء ولرداءة أهله. جميل. يعني ألا ترى أنه يعني وكأنه هناك إسقاطات على المرحلة الراهنة خاصة في أداء النخب السياسية؟ لا يعني الذي سير سيرورة تكوين الدولة الجزائرية مع طبعا هذا الاستقلال والفرويلير يعني ثمرة هذه اللي رانا ناكلوا فيها، هناك أخطاء كبيرة. أنا أقول لك كنت من مترشحين في 97. ألستم أنتم من عبدتم الطريق لهذا السلطة بهدرس هذا سياسة الأمر القرارات الواقع. القرارات مثل ما أشاروا الإخوة كانت تتخذ على مستوى معين ما توصلش الطبقة تاع اللي عندها أمل باش تشارك في بناء المؤسسات في 97. نعرفوا أنا وأنت وغيرك كيف كانت المناصب. التقيت بأحمد ويحيى في مشاورة تعديل الدستور. نعم. هل أعطاك أي إشارة أو إيحاءات حول ما يجري الآن؟ ويحيى كان فاتح النقاش حول نقاط مطروحة استمع فقط لا يأخذ يسأل وانت تسأل من حقه، كان حوار متبادل بين الطرفين، يعطي موضوع معين يعطي وجهة نظره أن نعطي رد الفعل بتاعنا والأجوبة بتاعنا والتعليق، ونفس الشيء نعطي احنا أسئلة من ضمنها بين قوسين أعطانا سؤال قالنا هذا المواطن اللي يروح يحرق روحه يرفض بدون تأيسانس ويروح يحرق روحه. نعم. هذا ما مواطن. الجواب بتاعي وش كان؟ قال المواطن اللي راسل الرئاسة مرة واثنين وثلاثة يكون واحد يقوله ألف، المواطن اللي راسل رئيس بلدية واحد واثنين يقوله ألف بدون جواب لحد. نعم. الساعة في الألف ماذا يفعل هذا المواطن؟ نعم نأخذ اتصال فقط مع محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة. أهلا بك سيدي كريم. أهلا سيدي كريم.
نعم، ربما حاولنا الاتصال بك في بداية البرنامج لكن هاتفك كان ربما خارج مجال التغطية سي محمد بن حمو، معليش. في آخر البرنامج فقط سي بن حمو، ربما الجزائر عاشت ما يشبه الزلزال خلال الساعات الفارطة، إبعاد أو إحالة أو إنهاء مهام الفريق محمد مدين المدعو توفيق على التقاعد، ربما أثار جدل مرة أخرى بين الموالاة بين المعارضة لدى الرأي العام الجزائري. ماذا يحدث حقيقة في أعلى هرم السلطة؟ هل نحن حقيقة أمام صراع أم حديث مقاهي؟ والله احنا عدنا رأي وكنا نقوله من زمان في حزب الكرامة، نحن نؤمن بالمؤسسات، نؤمن أن الدولة لا تزول بزوال الرجال، ونقول أن في هذا الظرف بالذات إن الرئيس هو رئيس فعلي وشرعي ورئيس يعني مارس صلاحيته الدستورية والقانونية، وأحال الفريق مدين الذي نحترمه ونقول أنه أدى واجبه في خلال يعني فترة اللي مارس فيها اللي كان على رئيس الاستخبارات، وجات الآن في تحولات يعني وفي تغيرات، إن بوتفليقة يشهد له التاريخ أنه يؤسس للدولة المدنية، وإنه يؤسس للدولة المؤسساتية، وإنه بنى مع إخوانه كاع كيما راهم بناو يعني مستقبل الجزائر اللي هو دولة حديثة عصرية للأجيال اللي راهم جايين، هما اللي غادي يستفادوا منها. نعم وصلت الرسالة. نعم وصلت الرسالة سي محمد بن حمو. شكرا. ابقى معنا. معلش. سي محمد خلفاوي. أنا حبيت نقول فقط أن الدولة المدنية لا تكمل في إصلاح جهاز أو إقالة شخص مهما كانت قوته قدراته وتاريخه وإلى آخره، إنما تكمل في كلمة الشعب، اختيار الشعب لممثليه في الأسامبلي بوبولار مجلس الأمة حتى يتكلم باسم شعبه، يوصل كلمة الشعب تاعه، وبأحزابه الأحرار يوصلوا بممارسة ديمقراطية لنا. هذه الدولة المدنية. نعم. باختصار فقط انتهى وقت البرنامج. نعم هذه الدولة المدنية، لا حبيت نرد على هذه الدولة المدنية اللي يعني دولة مدنية ليست تغيير شخص بشخص تغير. آخر نعم ليست شخص ولا جهاز. هي انما نمشي منظومة. هي نمشي الانتخابات حرة ونزيهة. وانا اشاطر رأي الاخ مقري اللي يقول المعارضة تبقى محافظة لانه سيت ان بياج ولا شنو هذا؟ باسكو تقدر تولي تصفق ومن بعد تلقى روحها لا غلطت. إذن قلت لك انا مرة اخرى القراءة غير واضحة، فعلى الاخوان القادة يوضحوا الرأي ويخليوا الناس. نعم سي سليم صالح في اخر سؤال فقط، اي سيناريو تتوقعونه في قدم الايام ربما؟ لا انا بصراحه ما نحبش نغلط الناس، انا مدام المشهد بهذا الشكل وبهذا الغموض يعني بهذا الغموض انا شاطر، لانه في غموض وعدم وضوح الرؤيه والسيناريو غير موجود يعني، والشيء اللي كان موجود قبل هذه الحادثه سيتي دي سبيكيراسيون اللي خوفوا الناس يعني خوفوا يعني، وانه المسار ما بداش يتقال في 2004 و9 لا بدا كردت فعل بعد فاد لوغراس، هذا هو الشيء اللي خوف الناس يعني. اما اذا كانت هناك اراده، وانا قلت لك لا اثق في لا أثق في هذه لا في الرئاسة لا في قيادة الأركان لا في بلا ديمارش تاعهم يعني بهذه التقنيات اللي يمارسوا فيها بهذا التلفزيون اللي نشوف فيه بهذا الوزير اللي راه فلان وعلان وكذا. تمسنا في 2015 يخرج لك صفحة يقول لك مسابقة فخامة رئيس الجمهورية للكاتب الصحفي. هذا الرداء، شوف بهذا الرداء اللي راهي موجودة في 2015 ما تخلينيش أطمئن، لكني أتمنى أتمنى وأنا نقول كلمة أخيرة، أنه في هذا المجتمع كاين طاقات كبيرة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي قادرة تهز المشعل يا إخوة، كتر خيركم ما نشعي نصبوا لكم من المشانق، لكن خلاص فيني حقبتكم خلاصت، شي اللي درتوه كتر خيركم، شي اللي هلكتوا به الشعب مش راح يحسبكم الشعب، لأنه طالع واحد جينيراسيون قارية هكذا، هذو الناس اللي راهم 45 حتى 52 حتى 55 سنة. انا نعرف ضباط كبار قرا معايا في الاي تي اف سي يا راجل، رانا اون جينيراسيون اللي نقولوا لهم خليونا سيدي، اذا كان لي قدره كان قدرت انت تحكمها وزير خارجيه 23 سنه ما تفخش فيا انا 45 سنه بان نحكم صاحبي وانا خارج من الجامعه الجزائريه. سير اخر كلمه فقط. نعم. اخر كلمه لكن بسؤال. نعم. اي سيناريو تتوقعه؟ هو الصراع بين الحق والباطل يبقى قائم، ولكن النتيجه دائما لماذا الشعب مغيب؟ الشعب راه مغيب سي رويبات.
مغيب لأنه مثل ما أشار لو تنزل للشارع تقول الرؤية تقول له تنزل للشارع الآن تقول له تم إنهاء مهام الجنرال توفيق ونهي السكنة الطلابية صناعة القرار الرأي العام ما عيش بيد النخبة اللي تتفق مع الشعب في صناعة السيناريو القادم. نعم. الآن النخبة صغيرة اللي تتحكم في الميديا ترجم الرؤية تاعها كيما حبت. هل من المستبعد باش يأتي قرار من هذا النوع افيكان كومينيكي يعني ببيان شفافية؟ نعم. شفافية يوضح بأنه هذا يروح وغيره وفيه جيل صاعد وقادر باش يقود البلاد في مراحل مختلفة. نعم. أعود إلى سي محمد بن حمو في آخر سؤال إن أمكن مصطفى، لا أدري. نعم هو معنا سي محمد بن حمو، ربما نظرا لضيق الوقت فقط آخر سؤال في أقل من 30 ثانية إن أمكن. يعني ألا ترى أنه ما يروج في بعض يعني وسائل الإعلام أو حتى بعض القراءات أو المساهمات أنه ما أقدم عليه الرئيس بوتفليقة من إبعاد الفريق توفيق وغيره من الإقالات التي مست قادة الأجهزة الأمنية تندرج في سياق ما يطبخ لمرحلة قادمة، تشطر هذا الرأي أم لا؟ أنا بصدق أتأسف للغرور بعض الإخوة اللي سمعتهم الآن، غرور زائد، هذه من جهة. أنا نقول الباك نتاع السبعينات ونتاع الستينات مش الباك نتاع بروك، يعني حتى نتفاهم على الأجيال، هذه من جهة. لا غلط على طول الخط يعني لما تقول الباك وماش الباك فو باس وزيش يميني شو وانا راني متأسف جدا انه هذه المنظومة خلقت ناس كيما انت. لا نعرف إطارات في هذه الدولة إطارات مهمشة عندها كفاءة عليا. لا نعم جاي من مش عارف وين وباغي تقول كلام على الناس. لا غيتي يا سي محمد بن حمو، مش نحبين يروح رجاء السيد محمد بن حمو رجاء يروح هو رجاء السيد محمد بن حمو انتهى وقت البرنامج. السيد محمد سيد محمد بن حمو اغيتي سي حفصي، الاعلام يلعب دوره في انه يقرر سيد محمد بن حمو. سيد محمد بن حمو اجابه في اقل من 20 ثانيه. كلامك رديء يا اخي مع احترامي ليك. ما يحكمش باسكو علاش ما راهش كان راه مريض اون ابليك ارتيك 88 مما تنقص كيلا في سا يسارونج وحدين. اسمع انا جاسيم ما بوزيسيون مش رامي، انا انسان يتحمل سيد محمد بن حمو يا لا تشخصن الامور فقط، جاوبني على سؤال فقط. لا حتى تكلم على مادة 88 أو غير ذلك. نعم يا أخي من أثار هذه المادة الآن ومن تكلم؟ أنت حبيت تتكلم عليها فتكلم. وتلوها الدوك الجزائر وعنده فعلي بوتفليقة راه فعلي وراه شرعي، بس عبكري ما كانش فعلي وشرعي. وصلت الرسالة سيد محمد بن حبو بن حمو رئيس حزب الكرامة، شكرا جزيلا. سيد عبد العزيز بوتفريقة يا سيد بن حمو رئيسنا كل موش رئيس نتاعك انت، احنا نتكلموا في وقائع، ربما سيد عبد العزيز بوتفريقة يسمع اراء منا ويسمع يعني لا سنسيبيليتي بوبولار لا شيتا ولا ما نسنسيبيليتي. سمح لي اما الجامعه الجزائريه راه غلط كبيره انت يعني. منها من هذا الناس كيف سيدي كادر سي بري 30% دي كادر جينيرا من هذا النقبه، واش يتكلم الكلام هذا؟ عيب هذا، هذا عيب. نعم وصلت الرساله الى هنا مشاهدينا، نصل الى ختام حلقه اليوم من برنامج قضية ونقاش، الشكر لكم أنتم ضيوفي الأكارم، الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدي القناة الإخبارية رقم 1 بالجزائر، موعدنا يتجدد الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وملف جديد، أطيب المنى وإلى اللقاء.